مرحبا عائلة سارة ونايا، كيفكم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد. صحي من النوم، عيني منفخة لسه، لأن اليوم عنا حفلة. هي عبارة عن حفلة عربية، جالية الفلسطينية، الجالية العربية، عاملين حفلة هيك كبيرة ليفرحوا العالم وهيك يعني. وأنا صراحة هاي أول حفلة أروح أزورها بالسويد، تخيلوا حفلة جالية عربية. كثير محمسة هاي الحفلة، حابة أشوف كيف شو بدي أعمله. ما عندي خطط كثير صراحة بالعرب هون بالسويد. تعالي نايا خفت الحمد لله. صراحة أنا كثير متحمسة لهذا الشيء، بس قبل تشوفوا الفيديو اكسوا الزر الأحمر، اضغطوا عليه لتنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا. حبايب شكرا على الدعم هلا الأخير على القناة. أي نعم نسأل القناة مرجع زي أول، بس حترجع إن شاء الله بفضل الله. ثم أنتوا حبايبي دعمكم كثير مهم، واعملوا لنا فولو على حسابات الانستغرام أنا وبنتي نايا، يومياتنا صور ريلز كثير مبدعين بريلز أنا ونايا الفترة هاي بالانستغرام. فهاي انستغراماتنا، خليكم أنتوا أول وأول معنا. بلشنا الفيديو، أوكي بلشنا الفلوج. خليكم نهاية الفيديو لأنك هتشوفوا شكل سارة جديد. شايفين شعري؟ طبعا أنا عملت أطراف وظبطته كل إشي، أوكي؟ لأن بدي أطوله هلا خلص يعني. طبعا أنا صار لي سنين يعني من زمان، آخر مرة قصيت غرة بشعري من عمري أنا يمكن 12. ما بعملش غرة أساسا، ما بحبها. فأنيوي هلا بشوف البنات كتير من رفقاتي وعلى الترند وهيك إنه بيعملوا غرة قصيرة هيك شفافة زي الكوريين، الكوريين ستايل كتير حلوة، بتعطي جمال أكتر للوجه وبتعطيك تصغير وبتعطي ايش اقولكم اشراقة وبهجة للوجه، يعني بتزيد جمال الوجه. فاوكي انا قصتي ها هي، شوفوا لوين طولها، او ماي جاد ما شاء الله لهون تالي. وما عندي كتير يعني، انا يا هيك يا بقسم شعري ايش هيك، اوكي. عندي حفلة كمان اربع ساعات ليش حاطة 8 اربع ساعات، اوكي ما بحتقنوني. وما عندي وقت اروح للصالون، وما بدي اروح للصالون اصلا اصغر يعني. انا رحت من جديد عملت شعري وهيك اعمل في البيت، بس انه قصه شفافه لحالي. يا رب ما اجيب العيد وما تلتغي الحفله، لانه لو جبت العيد مش هروح على الحفله، فحيلتغي ام الحفله وحجيب العيد. خودت العالم وانا بستشيرهم، وعلى الانستغرام بكتب لكم دائما تصويت، وامبارح حطيت صور، فبليز تابعوني على الانستغرام لا يفوتكم. واغلب الناس صراحه التعليقات ايجابيه بطريقه مجنونه، ولهذا تحمست جدا ان افعلها. علوك اليوم وحفله وهيك وميك اب حفله وهيك، ممكن احب اكثر القصه علي او الغره، شو بتسموها في بلادكم؟ بسمع في غره، قصه، ذقله. اكتبوا لي بالتعليقات ايش بتسموا احنا بنقول عليها غره، الغره بلغتكم بلدكم اللي بتتابعوني فيها. حبايب تفاصيل الحفله حيكون على الانستغرام مش على اليوتيوب، فانتوا اعملوا فولو على الانستغرام انا وبنتي نايا. الشاشه قسم الشعر، هي هتقسم لي اياه واشوف اول شيء كيف حتقصه، يعني كيف هتقسمه وبرجع لكم حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر. متوتر حيل، انتوا شايفين؟ لا مش شايفين، اوكي شايفين. مامي قص، مامي كليب هورت نايا، مامي كليب اللوج. لوج يا جماعة بالعربي غرة، يعني بالسويدي لوج. احنا لما نقص هو اهم حاجة، بس هي حكت استنى دايما اوكي استنى. يعني لهينا ماما استني لو سمحتي، استني لوين؟ لهونا، وما تشديش وانت بتعمل، الله يرضى عليك. خلص مش هالقد يا ماما، هي برمة واحدة بس. يلا ماما انا ايش عملت في حالي؟ حلو؟ بس شوفي انت امسكي الغرة واعمل زي هم سووا تك تك تك. انت هيك اتفقتي؟ يا انا هيك 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 لا هيك 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 هذا الكوفر. وقف الكاميرا يا جماعة، صار في اكشن حين. 1 hour later. اوكي جايز، ظبطناها انا وماما بعد ما ظبطنا. طبعا الحين اسوي لها استشوار القصة او الغرة. هي هيك شايفين من قدام كيف هتتسوى. هلا استشوار واظبطها واعمل الميك اب وارجع لكم باللوك النهائي مع الميك اب والشعر، لان هلا انا قلت لكم انا حاطه ولا اشي. بس احنا عملنا غلطه انه هدول المفروض مش هيك كات، بس انه احنا نتعود عليها. طبعا كل شيء جديد هيك يعني. اوكي فرجيكم شو بدي البس كمان. اوكي حبايبي هذا الليزر رح البسه، طبعا بده كوي، هلا بدي اكوي واظبطه اسود.
طويل على بيجا هيك ريش. شفتوا اللي صورت فيها على الانستغرام؟ هذا دسنايا وريتكم اياه. هي تحتشوفوا عليها هلا هتلبسوا. هلا باللبس هيك مش مبين، بس باللبس طبعا بجنن. طقمت انا وياها اسود مع سيلفر، ويلا خلينا نظبط حالنا. بدينا تشوفوا اللوك النهائي، ما حوريكم. شوفوا الروج الاحمر، حطيت روج احمر يعني. هلبس اغير البيجامه ونظبط شغلات الريتاتش الاخيره، ويلا رح تشوفوا اللوك الفاينل. بس اخلص سلام مهدي. هاي جايز. يلا قولي هاي جايز. هاي جايز. محمد اليوم ذيس ماي ديس. ماي ديس. خلاص وين بدك تروحي انت؟ بارتي. بارتي يا جماعه. حفله بارتي يا جماعه. نايا جهزت اللي بتفوت زي هيك ميليسا ستايل. لا توقع، سيبيها خلص، لا توقع بليز. اوكي يمكن حطينا فوق العشر حبات وكلهم طاحوا. وريهم شعلاتك، دوري وريهم الدرس والشعر، دوري. ما شاء الله تبارك الله. وهي الدرس يا جماعه، شوفوا عليها، بتيكم باللبس صغير. شوفوا شوفوا نايا اللابسه، شوفوا اساور وعينيها سنسال وهالو كيتي. هاي هالو كيتي، وهاي خاتم هالو كيتي. يا عيني واو. يا عيني يا عيني. والله هذا كيتي وهذا كيتي وهذا كيتي. أنا من وين جبتي كيتي؟ من وين اشتريتيهم؟ كيتي أنت؟ يا بيت أنت من وين؟ قلت لك ما بعرف الاسم. هذا كيتي كويس. يا عيني على الشياكة يا عيني. يا جماعة عرفت مكركبة وتيكم سما خلصت. هلا نايا أنا خش كيتي. نايا محمسة. عرفتوني؟ ايش رايكم؟ انا حبيت حالي صراحة، انصدمت صدمة قوية لما شفت حالي خلصت. شكرا مامي، عملت تعديلات عند الصالون، زبطنا هيك على السريع. وهذا اللوك تبعي. بسم الله. طبعا مش حاسة حالي انا سارة، حاسة واحدة حالي جديدة بهذا اللوك وهذا ميك اب الحفلة. عملت هذا الميك اب، حطيت ستون هيك زي ستايل ميليسا، وهي الشعر. شوفوا ما هيك اعمل، بس مش متعوده، حاسه في تقل هون في الموضوع. هذا فاينل لوك الحفله حبايبي. يا لبي حلوه. انا شعري حبيتي ماما اللوك يا حبيبي. شعر مامي فين انت يعني؟ حلو بالسويدي. حلو. عجبك؟ بوسي مامي، اعطي بوسه مامي. يا لبي وانت احلى من مامي يا ناس. هاي جايز. ارجعي ورا عشان يشوفوكي، ارجعي ورا عشان الكاميرا هي. يلا تكلمي، شو بدك تقولي؟ هاي جايز. انا بدي اوبن هذا. لا مش هلا مامي، حنعمل اوبن. عم بطلع لحالي كل شوي بالمراي، عم بقول هاي ساره ولا لا. انا مش عارفه حالي يا جماعه، اذا انتم مش عارفيني مثل عادي. ياو رجعنا على البيت. رجعنا على البيت وانا غرتي جنبتني بالحفله. انتوا رح اقول لكم شغله، حتقولوا ساره ما صورتي لنا شيء، ما شفنا شيء من الحفله، وين كذا. اما وصلنا صراحه ممنوع التصوير، لانه يعني في نسوان وهيك ما بدهم يتصوروا، ما على الاحراج ما فيني اصور. فقلت انه خلص ضبيت الكاميرا وما صورت، فبعتذر كثير. بس في اشياء ناس حين ما بحبوا يتصوروا او شيء، فما حبيت احرج حالي، لانه اول مره اروح وفي ناس ما بعرفهم، هي اول مره اشوفهم وهيك بتعرف عليهم. اي ام سو سوري. بس كانت حفله حلوه، انبسطنا وتعرفنا على ناس واكلنا وهيك، يعني تغيير جو عن المعتاد، وشفنا هيك ناس عرب يعني موجودين تعرفنا عليهم، فكثير حبيت. خلينا احنا بموضوع القصة، البلوك اساسا كله عشان القصة. انا هناك صراحة كثير قالوا لي عالم لما شافوني، الله حلو عليك، اللي بيعرفوني يعني قالوا كثير حلو عليك هذا اللوك وعجبتهم، فالحمد لله يعني. بس انا مش متعودة يعني كل شوي اعمل هيك، انسى ان انا هون عندي القصة هاي، فلسه مش متعودة. بس انه شكلي هيك انه حبيت، شكلي شوي تعبان كذا شوي خرب يا. فبس والله هيك جينا على نهاية الفلوج، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، خفيف ظريف، عملنا تغيير لوك جديد هيك حلو. تابعونا على انستغرام انا وبنتي نايا عشان توصل يوميات اول باول وتشوفوا. حنزل بوست نار بعد ما ينزل الفلوج هذا ان شاء الله، حتشوفوه على الانستغرام. واشتركوا بالقناة حبايب عشان تكبر عائلتنا فيكم يا احلى عيلة. تعالوا نقول لهم يلا باي. يلا هلا انا ونال لكم بنحبكم كثير، بنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي. اهم شيء بوست نانا.